رفض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري تصويت نواب على إقالته، معتبرا أن ما حدث في جلسة البرلمان اليوم لا يخرج عن كونه ممارسة ديمقراطية شابتها أخطاء قانونية ودستورية ولا يترتب عليها أثر قانوني. صوت أعضاء معتصمون بمجلس النواب العراقي لصالح إقالة الرئيس سليم الجبوري ونائبيه، وذلك إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين ومعارضين لوزراء تكنوقراط. تم الإجماع على إقالة السيد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري والسيد النائب الأول السابق همام حمودي والسيد النائب الثاني السابق السيد آرام شيخ محمد، وتم هذا الموضوع حقيقة بشكل فرادي. وخلال مؤتمر صحفي في مقر البرلمان أكد الجبوري وجود أخطاء دستورية بجلسة اليوم، معتبرا أن ما حدث خلال الجلسة لا يترتب عليه أثر قانوني. كما أعلن الجبوري استمراره في منصبه رئيسا لمجلس النواب واستمرار المجلس في أداء دوره الدستوري، داعيا النواب إلى حضور الجلسة القادمة يوم السبت. ما حصل هذا اليوم ممارسة قام بها البعض شابها كثير من الأخطاء القانونية والدستورية، ولن تؤثر على سير عمل المجلس. سيمضي المجلس بعقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة للنواب أن يحضروا يوم السبت الساعة 10 لعقد الجلسات بصورة اعتيادية. ميدانيا قطعت القوات المشتركة إمدادات تنظيم داعش في المحور الجنوبي لمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، كما تمكنت من فتح منافذ لخروج الأسر بالتنسيق مع القيادات العسكرية الأخرى من المحور الشمالي والغربي.